الشمس هي نجم، وهذا بيان عميق ومو مثل ما بنتخيل، إنه النجوم اللماعة يلي بتكون بسما الليل جميلة بس ما بتشبه الشمس الحامية يلي بتضيء أيامنا. كانت قفزة فكرية كبيرة إنه نفهم إنه الشمس والنجوم هي أشكال مختلفة لنوع واحد من الأجرام السماوية، والفرق الوحيد إنه الشمس قريبة علينا والنجوم الثانية بعيدة كثير كثير، لهيك بتبين خافتة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دورة علم الفلك. بالاول خلينا نوضح اعتقاد خاطئ، كثير من الناس بيقولوا انه الشمس هي نجم متوسط الحجم وعادي، بس هذا مش عدل. بالتأكيد حجمها قريب لأحجام النجوم المتوسطة، بس غالبية النجوم هي أقزام حمراء خافتة أصغر بكثير من حجم الشمس. من ناحية الحجم والعدد، تقع الشمس بأعلى 10% من النجوم بالمجرة، أما بنظامنا الشمسي فمن واضح أنه هي الجسم الأكثر سيطرة، فهي أكثر سطوعاً وأكبر حجماً وتأثيراً من غيرها. بس شو هي الشمس؟ الشمس هي ساخنة وبتكون أغلبها من غاز الهيدروجين، قطرها بيساوي 1.4 مليون كيلومتر، أي أكبر بمئة مرة من قطر الأرض، وإنها كبيرة بما يكفي لتتسع مليون كوكب أرض بداخلها، وإنه حجمها أكبر من كوكب الأرض 300,000 مرة، أي ما يعادل أكتليوني طن من الغاز. بس لحتى نفهم الشمس مليح لازم نتطلع على نواتها. بنواة الشمس بتكون الظروف جهنمية، بيزداد مقدار الضغط على 260 مليار مرة عن الضغط الجوي للأرض، أما درجة حرارتها فبتوصل ل 15 مليون درجة مئوية. بهاي الظروف بتأين الهيدروجين بالكامل، يعني إنه الإلكترونات بالذرات تتجرد من بروتوناتها، وهذا بيخلي مركز الشمس كحساء سميك من الجسيمات دون الذرية فائقة السخونة. خلال سلسلة معقدة من الخطوات تندمج ذرات الهيدروجين مع بعضها لحتى تشكل عنصر أثقله هو الهيليوم. بهاي الفترة بنطلق بعض من الطاقة النووية المخزنة بهاي الذرات. توصف هاي الكمية من الطاقة معادلة أينشتاين الشهيرة، واللي هي الطاقة بتساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء، وبتنص هاي المعادلة على أنه ممكن تحويل الكتلة إلى طاقة والعكس صحيح، لكن الذرات صغيرة كثير، فكل ذرة هيليوم مصنوعة من نواة الشمس بتولد قليل من الطاقة، لكن بتم تصنيع كثير 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 من ذرات الهيليوم. اسمعوا هالإشي، لكل ثانية باليوم بتم تحويل 700 مليون طن من الهيدروجين ل 695 مليون طن من الهيليوم، والخمس مليون طن المتبقية ويلي بتعادل وزن 15 مبنى من امباير ستيت بتم تحويلها لطاقة، وبالواقع هاي كمية كبيرة من الطاقة وبتكفي لتزويد نجم ثاني بالطاقة. هاي بتعادل تفجير 400 مليار طن من القنابل النووية بكل ثانية، وها بيعادل ملايين الأضعاف للترسانات النووية على كوكبنا كل ثانية. ولهيك انه حتى من مسافة 150 مليون كيلومتر بظل الشمس ساطعة كثير، ولدرجة انه ما بتقدروا تطلعوا عليها، وحتى من هاي المسافة بتقدروا تحسوا بحرارتها على بشرتكم. بصير اندماج الهيدروجين بنواة الشمس، الطاقة المنطلقة بتسخن الغاز الموجود فوق النواة، بس مو لدرجة كافية لدمج الهيدروجين وتشكيل الهيليوم. بعيداً عن نواة الشمس بصير الغاز أقل كثافة، وعند نقطة معينة الحرارة المتدفقة من الأسفل بتخلي الغاز يطفو، فبيرتفع مثل ما بيرتفع منطاد من على الأرض، وبتسمى هاي العملية الحمل، وهاي العملية وسيلة فعالة لنقل الحرارة. تمتد أعمدة ضخمة من الغازات المرتفعة إلى ارتفاعات آلاف الكيلومترات ناقل الحرارة الداخلية للشمس إلى الخارج، وبعدين ببرد الغاز وبرجع لجوا. بنقدر نشوف قمم هاي الأعمدة ملتصقة مع بعضها على طول سطح الشمس. فوق طبقة الحمل في طبقة أكثر رقة وبرودة قريبة كثير من سطح الشمس تسمى الغلاف الضوئي، ها هو المكان يلي بتصير فيه كثافة المادة الموجودة جوا الشمس رقيقة بما يكفي لتصير شفافة ويمكن للضوء انه يخترقها بسهولة. بهاي المرحلة الطاقة يلي جوا الشمس بتصير حرة انها تسافر بالفضاء، وبس نطلع على الشمس هذا الضوء اللي بنشوفه هو عبارة عن غاز، والشمس ما إلها سطح صلب. الغاز بالغلاف الضوئي برق بسرعة كبيرة مقارنة مع حجم الشمس الكبير، وفيكم تعتبروا انه هو سطح الشمس. وبعدين في طبقة واحدة اكبر فوقيهم، الهالة الرقيقة هي اشبه بغلاف الشمس وهي اقل كثافة ب1% من الغلاف الضوئي،
بس هي أكثر سخونة ممكن لدرجات الحرارة أنها توصل عندها لأكثر من 1,000,000 درجة مئوية، بس هي منتشرة بطريقة دقيقة كثير لدرجة أنها خافتة كثير وما بنقدر نشوفها إلا خلال كسوف كلي أو باستخدام تلسكوبات خاصة تحجب الضوء الكثيف للشمس. تمتد الهالة لملايين الكيلومترات، وبمعنى ثاني هي ما بتنتهي، تندمج الهالة لحتى تكون إشي بتسمى الرياح الشمسية، وهي عبارة عن تيارات من الجسيمات الدون ذرية المتحركة بعيدا عن الشمس وبتهب من كل الاتجاهات. رغم أنه معظمها بيهب على طول خط الاستواء الشمسي، تبلغ سرعة الرياح أكثر من 1,000,000 كيلومتر بالساعة. نعم صحيح، وممكن أنها توصل أكثر من هيك بكثير. وقت يندمج الهيدروجين لحتى شكل الهيليوم بنواة الشمس، تبعث الطاقة على شكل ضوء، بيصطدم فورا جسيمات تحت ذرية بتعمل على امتصاصه وتحويل القليل منه لطاقة حركية، وبتعيد بعث الضوء على طاقة أقل. بخرج الضوء من الشمس بهاي الطريقة وبيخسر طاقة كل مرة بيصادف فيها جسيم، حتى يوصل بالنهاية للسطح ويصير حر ليسافر بالكون كفوتون من الضوء المرئي ذو طاقة أقل بكثير. شو هي المدة اللي تستغرقها هاي العملية؟ في أرقام مختلفة لإجابة هذا السؤال، بس بعضها بيبلغ 1,000,000 سنة. بس كثير من هاي الحسابات ما بتجسد ظروف داخل الشمس بدقة، مثلا ما بتحسب الغاز المحمول لمئات الآلاف من الكيلومترات. بعض الحسابات الأكثر حداثة بتقول أنه الطاقة بتستغرق من 100 إلى 200,000 سنة للخروج، وكمان لسها وقت طويل. الضوء اللي بنشوفه من الشمس هالساعة بلش بنواة الشمس بالوقت اللي ظهر فيه الإنسان العاقل بأفريقيا لأول مرة. سطح الشمس هو عبارة عن فوضى، وحل هالإشي هو المغناطيسية. قلنا إنه الشمس مكون من الغاز، بس هذا الإشي مو دقيق تماماً. باطن الشمس حامي كثير لدرجة إنه بجرد الإلكترونات من ذراتها الأم بالغاز، بيكون إشي بتسمى بلازما، وهو أشبه بحساء غازي من الجسيمات المشحونة. راح نتعرف على هالإشي بالحلقات الجاية، بس المهم هسا إنه الشحنة المتحركة بتولد مجال مغناطيسي. بيحتوي باطن الشمس على جسيمات مشحونة متحركة بالكامل، والحمل إلى الجانب. دوران الشمس بيحرك تيارات البلازما جوا الشمس، كل منها بتولد وبتحمل حقول مغناطيسية خاصة بيها. وقت توصل البلازما سطح الشمس توصل معها الحقول المغناطيسية كمان. يمكن شفتوا هاي الأقواس المغناطيسية اللي بأثر فيها قضيب مغناطيسي على برادة حديد محطوطة على قطعة من الورق. هاي الأقواس المغناطيسية بتشبه الموجودة على الشمس، إلا أنه على الشمس بيكون في عدد خيالي منها. وقت توصل البلازما للسطح بتبرد، بس إذا تشابكت الحلقات المغناطيسية رح تمنع البلازما من الغرق لباطن الشمس. البلازما مضيئة لأنها حارة، بس وقت تبرد بتخفت وبتقعد على سطح الشمس لحتى تكون بقع داكنة، وبيسموا هاي البقع بقع شمسية. ممكن أن تكون حجم البقع الشمسية كبير كثير، وأنها بتفوق حجم الأرض كلها، وبعضها كبير كثير لدرجة أنه بنقدر نشوفها بدون استخدام التلسكوب، بس طبعاً إحنا لابسين إشي بيحمي عيوننا مشان ما تتضرر. حوالي حواف البقع الشمسية بتتركز خطوط الحقول المغناطيسية، هذا بيؤدي لتنشيط البلازما وبيخليها تسخن أكثر، وهذا بيخلق حافة مشرقة حوالي البقع الشمسية تسمى الشعلة الصغيرة. الأجزاء المظلمة من البقع الشمسية ممكن أنها تخفض الضوء من الشمس، بس ممكن أن تكون هاي الشعلة قوية لدرجة أنها تعوض عن ذلك وتضيف كمان زيادة ضوء. البقع الشمسية بتزيد الطاقة المنتجة من الشمس، وممكن أن تتدفق البلازما على سطح الشمس بالحلقات المغناطيسية كمان. ممكن أنها تخلق أقواساً مادية ضخمة بتسمى الوهج، تمتد لآلاف من الكيلومترات على سطح الشمس وبتبين مثل أقواس نارية. بعتقد أنه خطوط المجال المغناطيسي بتغذي الطاقة من سطح الشمس للهالة، لهيك هي أكثر سخونة. كيفية حدوث هالإشي مو واضح تماماً، بس العلماء بتبعوا عدة أدلة بالوقت الحالي. تحتوي الخطوط المغناطيسية الموجودة على الشمس على كمية كبيرة من الطاقة المخزنة فيها، بتقدر تعتبروها مثل زنبركات محكمة ومتراصة. بس تذكروا أنه خطوط المجال المغناطيسي ممكن أنها تتشابك، وإذا كانت الظروف مناسبة ممكن أنها تنفجر مسببة دائرة قصر عملاقة. وقت يحدث هذا الإشي كل الطاقة الهائلة المخزنة بالخطوط بتنفجر الخارج دفعة واحدة بحدث بيسمى توهج الشمسي، وحتى توهج شمسي معتدل قادر على إنتاج كمية كبيرة من الطاقة. أما التوهج الشمسي القوي فهو قادر على إطلاق 10% من كامل إنتاج طاقة الشمس. هذا الانفجار بيولد ضوء عالي الطاقة وبيطلق مواد من سطح الشمس بسرعة عالية وبرسلها للفضاء بين الكواكب. ونوع ثاني من الانفجار الشمسي هو ما بيسمى بكتلة الهالة المنبعثة أو CME. هو بيشبه التوهج، بس إذا كان التوهج بيشبه زوبعة أي قوي من مركز، فإن كتلة الهالة المنبعثة بتشبه الإعصار، بتولد طاقة بس بتحدث أعلى من سطح الشمس.
بيطلق التوهج وكتل الهالة المنبعثة المواد للفضاء، مليارات الأطنان من المواد، وهالحطام ممكن إنه يصطدم بالأرض. وإذا حدث هذا الإشي رح يكون له آثار عنيفة، بس الغلاف الجوي بيمتص الضوء يلي له طاقة عالية وبيحمينا. وكمان الجسيمات الدون ذرية بتنعكس بفضل الحقل المغناطيسي الأرضي، لهيك نحن بخير. بس إذا كانت الظروف مناسبة ممكن إنه يتفاعل المجال المغناطيسي الأرضي مع الجزيئات وتمر أعداد هائلة للغلاف الجوي الأرضي بالقرب من القطبين. هذا الإشي بيخلي الهواء يتوهج وبتصير ظاهرة بتسمى الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية القطبية. بحسب شكل المجال المغناطيسي الأرضي ممكن للشفق القطبي إنه يشكل شرائط وألواح جميلة. بس مو كل الآثار حميدة. وقت تتفاعل الحقول المغناطيسية ممكن إنها تولد تيارات قوية جدا من الكهرباء بالقشرة الأرضية. هذا ممكن إنه يجهش شبكات الكهرباء وتسبب انقطاعات في التيار الكهربائي. بعام 1989 عانت كويبك من انقطاع تيار كهربائي هائل بسبب عاصفة شمسية. تم الكشف عن أول عاصفة شمسية بعام 1859 وكانت أقوى عاصفة لحد الآن. ولو وقع حدث مثل هذا اليوم ممكن انه يسبب انقطاع في التيار الكهربائي بالعالم كله، وبيحتمل انه تكون اثاره مضره كثير، ويمكن انه تتعطل الاجهزه الالكترونيه الاقمار الصناعيه، ونحن بنعتمد على الاقمار الصناعيه بحضاراتنا الحديثه. بعام 2012 عاصفه ضخمه برجح انها بتساوي عاصفه 1859 خرجت من الشمس، لكنها ذهبت باتجاه ثاني وما اصطدمت بالارض. لو انها اصطدمت بالارض كنتوا مش رح تقدروا تشوفوا الفيديو هلا، وكنا لساتنا متعافى من اثارها. هذا هو اهميه دراسه الشمس، فنحن بنعتمد عليها مشان نحصل على الضوء والحراره واسس الحياه نفسها، بس هي قادره على تدمير مجتمعنا، لهيك فهمنا لها مهم مشان مستقبلنا. الشمس هي جسم بوزن اكتليوني طن، وعلينا احترام هذا الاشي. تعلمنا اليوم ان الشمس هو نجم تعمل بطاقه الاندماج النووي، تحرك البلازما جوا الشمس وبتكون حقولا مغناطيسية يلي بدورها بتشكل البقع الشمسية والتوهجات الشمسية وكتل الهالة المنبعثة. وممكن ان تولد هاي الاحداث شفقا قطبيا على الارض وتسبب انقطاعات التيار الكهربائي وتسبب تخريب الاقمار الصناعية. هاي كانت نهاية حلقتنا اليوم، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة ونلتقي بالحلقات الجاية.